نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضاً وزير النقل يبحث مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها إلى بلادنا. محافظ حضرموت يواصل زيارته إلى مدينة سيون ويدشن عدداً من المشاريع الخدمية في المدينة. بدعم من اليونسف افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لحق الآبار زمن غرب المكلا. معضلة الكهرباء جرعة من الألم تزيد من جراح المواطنين وتقطع لقمة عيش كثير من الأسر.